وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على سيدي ومولاي الحجة بن الحسن المهدي صلوات الله وسلامه عليه هذه الليلة العظيمة ليلة الخامس عشر من شهر شعبان ليلة ولد فيها سلطان السماوات والارضين سلطان عالم الوجود سيدنا ومولانا الحجه بن الحسن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وارواحنا لتراب مقدمه الفداء هذه الليله ليله عظيمه ليله الاستغفار والصلوات والدعاء والعباده هذه الليله ليله يتقرب الانسان بها الى الله تبارك وتعالى هذه الليله ليله في عالم السماوات عالم خاص في عالم الملكوت وفي عالم الارض لها تلك الابعاد الالهيه والروحانيه والمعنويه كم نحن بحاجة إلى مثل هذه الليلة التي يراجع الإنسان نفسه يراجع العلاقة بينه وبين الله تبارك وتعالى نحن بحاجة إلى أن نعيش أجواء وهذه الأجواء تربطنا بالله تبارك وتعالى ليلة تتعلق بإمام زماننا ليلة هذه الولاده المباركه العظيمه لمنقذ البشريه كم البشريه اليوم تحتاجك سيدي يا صاحب الزمان كم نحن بحاجه اليك كم نحن بحاجه الى حنانك وعطفك ولطفك كم نحن بحاجه الى بركاتك يا حجه الله ان تكون بيننا متى ترانا ونراك متى نتشرف بهذه الطلعة الشريفة المباركة يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد فاكحل بطلعتك الغرى لنا مقلا يكاد ياتي على انسانها الرمد سيدي يا صاحب الزمان ها هم شيعتك كم هم بحاجه اليك كم نتطلع الى تلك الطلعه البهيه يا قمر التم الى ما السرار ذاب محبوك من الانتظار لنا قلوب لك مشتاقه كالنبت اذ يشتاق صوب القطار فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول استتار نحن في هذا العالم والبشريه اجمع بانتظارك يا بقيه الله يا ابن فاطمه الزهراء أيها المنتقم يا صاحب الزمان كم نحن بحاجة إليك هذه الليلة العظيمة المباركة هذه الليلة وهي ليلة النصف من شعبان نحن بحاجة إلى أن يراجع الإنسان نفسه ينظر إلى علاقاته الاجتماعية ينظر إلى الأزمات وإلى المشاكل كيف أنه يجعل هذه الليلة كليلة القدر بالتسامح والعوده الى الله كما ان ليله القدر ليله الاقدار هذه الليله تقدر اقدارنا في هذه الليله ويمضي عليها صاحب العصر والزمان ليله القدر فاذا من هذه الليله الى ليله القدر شهر وايام هذه مسافه مهمه ومساحه مهمه الانسان يتقرب الى الله تبارك وتعالى مزيد من التوبه والاستغفار ومزيد من الدعاء ليله السهر بالعباده ولو ان البعض من الناس يتصورون ان هذه الليله هي ليله الافراح نحن نفرح بوجود الامام بميلاد الامام ولكن هذا الفرح هو في داخلنا يكون لا ان نظهر بهذه مجالس التي تحولت البعض منها الى مجالس الطرب واللهو وهذا ما يؤسف له مع الاسف الجهل عند البعض وقعوا في متاهات كبيره انهم تركوا العلاقه الحقيقيه التي علينا ان نبنيها في هذه الليله هي الارتباط بالله تبارك وتعالى هو الانقياد الى الله بالسير خلف الامام الغائب الحاضر صلوات الله وسلامه عليه، اذا هذه الليله فيها اعمال متعدده علينا جميعا مراجعه كتب الادعيه منها كتاب مفاتيح الجنان اللي الذي يتواجد في كل بيت بامكانكم ان تحصلوا عليه ايضا عبر عبر البحث في جوجل وايضا تطبيقات تطبيق اسمه مفاتيح الجنان فيه النصوص موجوده بامكانكم الاستفاده منه نحن بحاجه في هذه الليله الى مزيد من السجود والبكاء من خشيه الله والدعاء والاستغفار والدعاء بتعجيل الفرج الدعاء بتعجيل الفرج هو الفرج ليس لك انت ولاهلك ولاسرتك وانما لكل البشريه لكل العالم نحن نتطلع الى دوله العدل الالهي انما هي دوله الامام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه في هذه الليله من اهم الاعمال في ليله الخامس عشر من شعبان من اهم الاعمال هو هذا العمل العمل هو زياره الامام الحسين عليه السلام الذين هم جاءوا الى كربلاء المقدسه من مختلف بلاد العالم اقول لهم هنيئا لكم هنيئا لكم هذا التوفيق العظيم الذي نلتموه بمجيئكم الى كربلاء الحسين قطعتم هذه المسافات الكبيره مئات الكيلومترات الاف الكيلومترات لكي تصلوا الى كربلاء وتكونوا في ليله الخامس عشر من شعبان الى جوار حرم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، انه شرف عظيم. انها المنزله الكبيره، انها الدرجه الرفيعه التي ينالها المؤمن الموالي لمحمد وال محمد والمتبرئ من اعدائهم. اذا هذه الليله اي ليله؟ اقرأوا في الروايات الواردة عن أهل البيت هذه الليلة زائر الحسين يصافح أرواح 124 ألف نبي أي كرامة سلام الله عليك سيدي يا أبا عبد الله سلام الله عليك يا مولاي يا صاحب الزمان في ليلة ميلادك أنبياء الله يجعلون الميعاد معك في حرم سيد الشهداء حرم الحسين هو الميعاد الإلهي لمية وأربعة وعشرين ألف ينزلون إلى حرم الحسين يزورون حرم سيد الشهداء سلام الله عليه وهو اللقاء هذه الليلة صاحب الزمان هو في كربلاء وعند الامام الحسين اي لقاء عند جده الحسين ها هنا الملائكه لو ماذا تعمل الملائكه افواج من الملائكه الانبياء لا ينزلون وحدهم مع افواج من الملائكه ترعاهم تاتي بهم الى هذه ارواح الانبياء تاتي الى حرم سيد الشهداء وهي تصافح زائر الحسين عليه السلام يا من جئتم الى كربلاء يا من تزورون الحسين عليه السلام يا من تشرفتم بهذا الشرف العظيم في هذه الليله ونحن لا نعلم ان السنه القادمه في ليله النصف من شعبان نكون احياء ولا اموات حتى واحد يقول هذه السنه لم اذهب ساذهب السنه القادمه ولا نعلم هذا التسويف غير الصحيح هنيئا هنيئا لمن جاء زائرا للامام الحسين في مثل هذه الليله يصافح هو جسده مادي وهم باجساد ملكوتيه الهيه ارواحهم فاذا هم يصافحون زائر الحسين ولكن زائر الحسين قد لا يشعر بذلك ولا يشعر بذلك لان الجسد مادي وهم اجسادهم ملكوتيه وارواح ولكن هذه الألطاف وهذه المصافحة فيها آثار كبيرة احتفظوا يا من تزورون الحسين في كربلاء المقدسة في هذه الليلة احتفظوا بهذه الروحانية بهذا النور الذي جاء إليكم من مئة وأربعة وعشرين ألف نبي لما صافحوكم في زيارتكم في هذه الليلة لا أتمكن أن أتحدث عن هذا الشرف العظيم هذا الشرف ليس له حد وليس له حدود هذه الليله المباركه العظيمه المتعلقه بسيد الشهداء وبصاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه هنيئا لمن جاء الى كربلاء وتحمل ما تحمل للوصول الى الحسين لكي ينال شرف الزياره في مثل هذه الليله ويصافح ارواح الانبياء جميع الانبياء في هذه الليلة صاحب العصر والزمان إمامنا سيدنا مولانا قائدنا إنما هو في هذه الليلة عند جده سيد الشهداء يستقبل زوار جده الحسين. في هذه الليلة رسول الله أيضا في كربلاء في حرم الحسين. في هذه الليلة مولاتي فاطمة الزهراء في كربلاء الإمام أمير المؤمنين في كربلاء كل الأئمة في هذه الليلة إلى جوار الأنبياء في كربلاء عند الحسين أي حدث عظيم يا صاحب الزمان يا حجة الله يا بقية الله عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى يا صاحب الزمان يا مولاي يا حجه ابن الحسن متى الظهور سيدي متى الظهور سيدي سيدي اصلحنا نورنا طهرنا مولاي نحن بحاجه اليك نحن بحاجه ان نتشرف بلقياك سيدي يا صاحب الزمان متى هذه الطلعه الرشيده متى نرى الى هذه الطله المباركه البهيه؟ يا حجه الله هذه الليله تنظر الى زوار جدك الحسين يباركون هذا الميلاد المقدس المبارك اذا هي ليله الابتهال الى الله. ليله الدعاء والزياره والخشوع واول حاجه ندعوها في زيارتنا للامام الحسين عليه السلام انما اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من انصاره واعوانه، اللهم ارضِ عنا امام زماننا، كم هو من الفضل ان تنال رضا مولاك صاحب العصر والزمان، ماذا في هذه الدنيا الدنيه ماذا في هذا العالم المليء بالمحرمات والذنوب؟ سيدي يا صاحب الزمان ساعد الله قلبك لما ترى الى الحرام في كل جانب وفي كل مكان ونحن ندعو لك بتعجيل الفرج، اذا نبقى في هذه الليله طبعا الذين هم في كربلاء يزورون الامام الحسين عليه السلام، يزورون الامام الحسين عليه السلام وهم في حرم سيد الشهداء. والذين هم خارج كربلاء في كل بلاد العالم، انا اعلم ان هناك من يتابعنا في دول متعدده حتى في المملكه المتحده ببريطانيا كثيرون في دول مختلفه بالعالم يتابعون طبعا يتالمون ساعد الله قلوبهم أنا أعلم كم كم يتلوع عاشق الحسين هو في بلاد بعيدة ولم يتوفق إلى الحضور إلى كربلاء لزيارة سيد الشهداء هو يتألم أنا أعلم أنهم يبكون يتألمون لما ينظرون عبر الشاشات إلى زوار الإمام الحسين عليه السلام هذه الأعداد الكبيرة الهائلة التي جاءت الى كربلاء ابي عبد الله الحسين يتالمون ومن حقهم بالنتيجه هنالك ظروف تحكم الانسان وقد تكون بعض الظروف قاهره الانسان ما يتمكن انه يخرج من هذه الظروف القاهره ولكن هم يتشوقون الى زياره الحسين هم ياملون ان ان كانوا معنا في هذه الليله في كربلاء حتى ينالوا هذا الشرف العظيم بزيارة الحسين ايضا انتم زوروا الامام الحسين عليه السلام اينما تكونوا في بلاد العالم في اي بلد ان تمكنتم ان تصعدوا على السطح فاصعدوا على سطح بيوتكم وقولوا السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك ورحمه الله وبركاته بامكانكم اينما تكونوا في اي منطق بالعالم اذا ما عندك سطح اخرج الى ساحه الدار اذا ما عندك ساحه الدار وانت في بيتك من بعيد ثلاث مرات قل صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابا عبد الله هنيئا لمن يزور الحسين في مثل هذه الليله هنيئا للباكين على الحسين هنيئا لللاطمين على الحسين هنيئا لمن يحيون شعائر الحسين عليه السلام هنيئا لمن يدعون بالفرج لظهور المولى صلوات الله وسلامه عليه، اذا الحديث عن هذه الليله المباركه العظيمه ليله الخامس عشر من شعبان هنالك مجموعه من الروايات، تعلمون انني بدات في هذه المراحل المتاخره اركز على قراءة النصوص من الروايات لأن كلام أهل البيت عليهم السلام نور والإمام زين العابدين يقول إن حديثنا صعب مستصعب ونحن نحاول أن نبسط الروايات بقدر الإمكان وأيضا الروايات عليكم بالدرايات لا الروايات كما في رواية الإمام أمير المؤمنين والإمام الصادق عليه السلام حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه نحن نقف بصورة قليلة حتى لا يدركنا الوقت ونقف في هذه الروايات عن أهل البيت عن هذه الليلة المحدث القمي الكبير الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه يقول هذه الليلة بالغة الشرف وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال سئل الباقر عليه السلام عن فضل ليلة النصف من شعبان فقال عليه السلام: هي افضل الليالي بعد ليله القدر افضل ليله بعد ليله القدر هي ليله الخامس عشر من شعبان ليله النصف من شعبان في فيها يمنح الله العباد فضله يعني الناس الامه تنال الفضل فضل خاص الانسان كل حياته انما يعيش في فضل الله تبارك وتعالى، ولكن في هذه الليله ينال فضلا متميزا من الله تبارك وتعالى ويغفر له ويغفر لهم بمنه بمنه بمن من الله تبارك وتعالى يعني ليله مغفره الذنوب هي هذه الليله. يقول الامام الباقره عليه السلام: فاجتهدوا يعني مو انه صليت صلاه ركعتين ولفيت راسك ونمت، لا فاجتهدوا اكثروا من العباده، يعني اعبد رب العالمين الى مرحله تشعر بالتعب من العباده، يمكن واحد يصلي ركعتين وخمسه و عشرة و عشرين ما يشعر بالعب بالتعب، لا، بد ان تتعب جسدك بكثره العباده، فاجتهدوا في القربة الى الله تعالى. الانسان يسعى في التقرب إلى الله بالذكر مئة مرة أقول اللهم صل على محمد وآل محمد ألف مرة أقول ألفين مرة خمسة آلاف مرة عشرة آلاف مرة أصلي صلاة الليل في هذه الليلة أصلي صلاة الإمام الحجة إياك نعبد وإياك نستعين تكرر في كرك ركعة مئة مرة أصلي هذه الصلاة هذه الصلاة أيضا بإمكانكم أن تقرأوا مجموعة من هذه الأدعية التي سأبينها لكم في مثل هذه الليله. الانسان مثلا يقرا 100 مره سوره انا انزلناه ويهديها للامام المهدي. 100 مره سوره قل هو الله احد يهديها للامام المهدي. اقرا 14 مره آية الكرسي واهديها للامام المهدي. إهداء السور القرآنيه للامام المهدي، سوره ياسين، سوره الواقعه، سوره النور، سوره الدهر، اقرا سور قرانيه واهديها للامام وبالنيابة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى فإنها ليلة آل الله عز وجل على, أن على نفسه أن لا يرد سائلا آل الله هذا بمثابة القسم بمثابة الوعد والعهد أن الله تبارك وتعالى آل على نفسه اي انسان في هذه الليله له حاجه تقضى هذه الحاجه الله اكبر بشرط واحد بشرط انه الانسان لا يسال المعصيه المعصيه ممنوعه اي شيء غير المعصيه هذه الليله ان شاء الله ان شاء الله تكون مقضيه فانها ليله ال الله عز وجل على نفسه ألا يرد سائلا فيها ما لم يسأل المعصيه. يعني اكبر من هذا الامر، اعظم من هذا الامر ان الانسان عنده حاجات دنيويه حتى الدنيويه، حتى الحاجات البسيطه، حتى الحاجه اللي يمكن الانسان يستحي ان يطلبها من الله تبارك وتعالى، اسالوا كل شيء كل ما في بالكم، كل كل ما انتم ترتؤون كل شيء هذه الليله اطلبوها من الله تبارك وتعالى ابواب الرحمه الالهيه مفتحه سيما من يقرا زياره الحسين سيما من يحضر عند سيد الشهداء او اينما يكون بالعالم بالنتيجه ليله الاحياء وليله الذكر والعباده والسهر في طاعه الله والله اجمل شيء بهذه الليله ما تنامون تسهرون حتى اذا عندك بكره دوام الغيل الدوام عطل الدوام لا تداوم بكرة اسهر إلى الفجر حاول تتعب نفسك بالعبادة بذكر الله بصلة الرحم بعمل الخير بمساعدة الفقراء المحتاجين هذه ليلة عظيمة مباركة الإنسان يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وإنها تتمت كلام مولانا الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وانها الليله التي جعلها الله لنا اهل البيت هذه الليله لها خصوصيه انها ليله اهل البيت عليهم السلام ليله القدر انما هي ليله النبي صلى الله عليه واله يعني فيها خصوصيه النبي صلى الله عليه واله ليله القدر هذه الليله فيها خصوصيه ما هي خصوصية هذه الليلة؟ أنها ليلة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يعني الله متفضل علينا جعل هذه الليلة معطيها لأهل البيت وأهل البيت فاتحين كل الأبواب ليش الإنسان يقول حاجاتي لا تقضى؟ لماذا الإنسان يمشي بالطريق الغير الصحيح؟ لا أعملوا بما يرضي الله اعملوا بما يدخل السرور على قلب صاحب الزمان ركزوا ان اعمالكم ان تكون مرضيه عند مولانا الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف ابتعدوا عن هذه الدنيويات اكسسوارات الدنيا ابتعدوا منها لا تلوثوا انفسكم فيها لا تجعلوا هذه الروح الطاهره التي تنادي يا صاحب الزمان اغثني التي تنادي اللهم عجل لوليك الفرج هذه الروح المهدويه المعنويه اللي عندها حب وعشق واشتياق لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف لا تضيعون هذه الايام لا تضيعون هذه اللحظات هذه ارواحكم المطهره بصاحب الزمان سلام الله عليه حافظوا عليها ركزوا عليها احتفظوا بطهارتها لا تدنسوها بدنس الدنيا لا تلوثوها بالدنيا لذلك هذه وانها ليله وانها الليله التي جعلها الله لنا اهل البيت بازاء ما جعل ليله القدر لنبينا عليه السلام فاجتهدوا هذه مره ثانيه الامام ذكر سابقا فاجتهدوا الان مره ثانيه يعيد الامام اجتهدوا تعب نفسك تعب تعب نفسك اشعر بالتعب اشعر بالنعاس انت تشعر بالنعاس تقاوم وتصلي وتقرا القران وتدعو الله تبارك وتعالى وتستغيث بامام زمانك صلوات الله وسلامه عليه هذه تاره اجسادنا تتعب مثلا تعمل شيء بالبيت المراه الرجل مره بالبيت تتعب تعمل اعمال البيت جيد رجل يتعب في عمله جيد لا هذا التعب بالعباده يعني هذه الليله انت تقوي جسدك تقوي جسدك بالطعام اللي يعطيك طاقه مثلا تاكل التمر تاكل مثلا تاخذ العسل تاخذ مثلا الجوز تاخذ بعض الامور اللي تعطي الجسم طاقه حتى الانسان يبقى على حيويه بالعباده، طبعا لا تكثروا من الطعام لان المعده لو امتلأت سيسلب منكم التوفيق لن تتمكنوا من اداء العبادات اذا المعده امتلئت اكلوا طعاما خفيفا مقويا يعطيكم نشاط وحيويه حتى هذه الليله تحيونها بالدعاء وبصلاه الليل بالبكاء اجمل اجمل شيء للانسان يوم اللي يكون رافع ايده والدموع تنهمر على خديه اجمل شيء انت ساجد لله بكل خشوع وتقول إلهي العافو إلهي العافو أنت رافع يدك للسماء تقول اللهم عجل لوليك الفرج أنت ساجد تقول اللهم عجل لوليك الفرج اجعلوا هذه الليلة ليلة متميزة في حياتكم اجعلوها ليلة مهدوية مباركة عظيمة مسددة يا ريت الناس يفهمون هذا الارتباط بصاحب الزمان يا ريت هالناس اهتماماتهم الدنيويه حتى في اي مجال شويه يتركها، شويه يتجنبها، يتفرغ الى الدعاء الى صاحب الزمان سلام الله عليه. ايها الناس مولانا يرعانا نحن تحت رعايته، نحن تحت بركاته، صاحب الزمان يتفضل علينا بكل شيء هذا الفضل وهذا اللطف وهذه العنايه من مولانا الحجه ابن الحسن لا تضيعوها. لا تروح من عندكم حرام أن الإنسان في نعمة صاحب الزمان ولا يعرف قيمة هذه النعمة وإن تعدوا نعمة الله أي نعمة أعظم من صاحب الزمان تضيع من عندنا هذه النعمة لذلك فاجتهدوا في دعاء الله تعالى والثناء عليه طبعا الحديث بتفصيل احنا أخذنا يعني مقطع من عنده إذا هذه الليلة ليلة الدعاء وليلة الابتهال الى الله والخشوع من الله تبارك وتعالى فهي ليلة سلطان العصر وامام الزمان الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ولا ننسى كم ان السيدة مليكة السيدة نرجس عليها السلام ام الامام المهدي كيف جاءت من الروم اخذوها اسيرة من مكان الى مكان الى ان جيء بها الى الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وكانت هذه البذره المباركه كانت وعاء لمولانا صاحب الزمان سلام الله عليه السيده نرجس مكانتها عظيمه عند الله تبارك وتعالى السيده نرجس هي ام امام زماننا ولا شك ان لكل امام ام وهذه الام لها محبه خاصه عموما الام لها مودة خاصة لأم عزيزة لأم غالية فأم مولانا صاحب الزمان امرأة ليس لها لم تكن من النساء من لها فضل كفضلها سيما في ذلك الوقت في وقتها سلام الله عليها لها فضل عظيم السيدة نرجس عليها السلام وقبرها الآن عند قبر الإمام الهادي والعسكري إلى جوار السيدة حكيمة عمة الإمام سلام الله عليها إذا نحن في هذه الليله وهذه الليله السيده نرجس عليها السلام تاتي الينا بنور السماوات والارض تاتي لنا بحجه الله تح تاتي لنا بخاتم الاوصياء بسلطان العصر وامام الزمان صلوات الله وسلامه عليه مولاتي السيده نرجس عليها السلام لها مكانه ومنزله عظيمه عند الله تبارك وتعالى فاذا هذه الليله فيها غسل والغسل في هذه الليله عندكم من المغرب الى الفجر بس كلما اسرع تغتسلون هو افضل. الانسان يغتسل في هذه الليله، امر الثاني ويحييها بالصلاه والدعاء والاستغفار، يقول الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي كان يصنع ذلك، كان زين العابدين امامنا سلام الله عليه في مثل هذه الليله انه هو يقول من احيا هذه الليله لم يمت قلبه تعلمون يعني ماذا لم يمت قلبه يعني ماذا يعني قلب الانسان بالمعصيه يموت قلب الانسان بالابتعاد عن الله يموت القلب الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى يموت القلب الذي صاحبه يرتكب المعاصي يموت فاذا الذي يحيي الذكر هذه الليله فاذا القلب في مثل هذه الليله من احيا هذه الليله لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب يوم اللي القلوب منتهيه سواء كان في يوم القيامه او لا بصوره عامه الناس يرتكبون المعاصي وهذه المعاصي تقضي على القلب ونور القلب ينتهي هذه الليله تعيد القلب نشاطه نورانيته، علاقته بالله تبارك وتعالى. أيضا كما ذكرت لكم اقرأ النص الآن في الرواية أن زيارة الإمام الحسين عليه السلام وهي أفضل عمل في مثل هذه الليلة وتوجب غفران الذنوب. يعني موضوع الذنوب وإنسان ذنوبه المشكلة الكبيرة بحياتنا نحن الآن أن الإنسان يرتكب الذنوب. إذا ترتكب الذنوب صار عندك تلوث بالقلب إذا صار عندك تلوث بالقلب علاقتك مع الله تضعف إذا ضعفت العلاقة مع الله صارت مشاكل كبيرة بحياتك أمورك متعسرة الكثير من الناس عنده مشاكل أنا في عملي يومية مشكلة يومية كلها أموري عكسية كل أموري متعسرة متعذرة مشاكلي ما تنتهي لأن فيك مشكلة أنت أنت ما عالجت المشكلة المشكله بعدك عن الله تبارك وتعالى الابتعاد عن الله يسبب ان روح الانسان تتلوث اذا الروح تلوثت بالذنوب توجه الانسان ما عنده الى الله حتى بصلاته ما عنده خشوع حتى بزيارته للامام المعصوم عليه السلام ما عنده خشوع فاذا هذه الليله هي الليله التي كل الذنوب تغفر اذا غفرت الذنوب الانسان يتالق رب العالمين يعطينا فرصة ذهبية ليلة النصف من شعبان فرصة ذهبية لغفران الذنوب للتألق في الروحانيات والمعنويات والقرب من الله الإنسان تكن من تكن أتكلم معك أنت رجل أو امرأة كبير أو صغير شاب أو بنت جميعا في أي ظرف في أي واقع لا تقل أنه هذا الكلام ما يشمل ظرفي، يشمل ظرف الجميع بلا استثناء أينما تكون هذه الليلة حاول أن تحيي هذه الليلة بالعبادة بذكر الله بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لا تخلون هذه الليلة تروح من عدكم لا تسوفون في هذه الليلة نعم هذه الليلة توجب غفران الذنوب ومن أراد أن يصافح أرواح مائة وأربعة وعشرين ألف نبي فليزره عليه السلام في هذه الليلة يزور الإمام الحسين أرواح بينت لكم أنه إحنا أجسادنا مادية لا نشعر بال بالواقع الملكوتي للأنبياء فالمصافحة نحن لا نشعر بها ولكن آثارها بركاتها علينا كبيرة فيصافح ليس نبي الآن إذا واحد خبره أنه نبي الله موسى موجود نبي الله عيسى موجود، نبي الله ابراهيم تعال صافح هذا النبي، نبي واحد. كم تشعر بالفضل العظيم انك تصافح نبي فكيف اذا كل انبياء الله تصافحهم في مثل هذه الليله؟ واقل ما يزار به عليه السلام يعني الامام الحسين اقل ما يزار به ان يصعد الزائر الى السطح. هذا اهل البيت يعلمونه. انتبهوا جيدا. ما تعمل على كيفك وعلى ذوقك اسمع كلام الامام المعصوم يعلمنا في مثل هذه الليله اذا كنت في كربلاء تاتي الى الامام الحسين حتى اذا تمشي ساعه طرق مغلقه وازدحام حتى اذا ازدحام حتى طرق مغلقه تاتي مشيا تحمل معلش تنظر للاجر العظيم اللي فيه الحق اللي عليه اللي للامام الحسين علينا صلوات الله وسلامه عليه الحق الذي لصاحب الزمان علينا سلام الله عليه فاذا تصعد الى السطح يقول الامام فينظر يمنه ويسره تنظر يمين وتنظر شمال هسه البعض يقول يعني ماذا شنو بي دلالة؟ الروايه ما لم تحكي بس قد يكون اشاره الى الملكين الى الملائكه اي شيء فلينظر يمنه ويسره ثم يرفع راسه الى السماء يعني لما تزور الإمام الحسين ترفع رأسك إلى السماء وتقول السلام عليك يا أبا عبد الله، فإذا أنظر يمين ثم أنظر شمال ثم أرفع رأسي إلى السماء أقول السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. زيارة ثواني ليس بدقيقة حتى دقيقة ما يصير. حتى نصف دقيقة ما يصير. ثواني. ارفع ايدي الى السماء اقول السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك ورحمه الله وبركاته. هذه مسؤوليه الشيعه تترك عملك الليله لا تقول عندي امتحان عندي التزام الغي كل شيء الغي كل شيء كل التزام عندك كل موعد عندك كل برنامج عندك الليله ليله لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه ليلة سيد الشهداء مسكين الانسان الذي لا يعرف قيمة هذه الليلة جد وحقيقة مسكين انه ما يعرف هذه الدرجات وهذه البركات فاذا الذي يزور الحسين عليه السلام له اجر حجه وعمره وله ابعاد كثيرة طبعا رواية اخرى يرويها الشيخ الصدوق وهي طبعا هي دعاء ولكن الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه يقول هذه هو دعاء ولكن بمثابه الزياره، انا اقرا لكم يمكن الانسان حتى الملتزمين والمؤمنين والمتدينين يقرؤون الزيارات في اوقاتها يعني زياره النصف من شعبان ما يقروها الناس الا في ليله النصف او يوم النصف من شعبان فهذه يمكن بالسنه مره واحد يقراها فجميل انه ان يتامل في هذه الابعاد النورانيه والروحانيه في هذه هذه الزياره المباركه. من ضمن هذا الدعاء في هذه الليله و الماضين رحمه الله عليهم يقولون هي بمثابه الزياره يقول اللهم فصل على خاتمهم وقائمهم المستور عن عوالمهم. بالنتيجه الامام مستور. احنا في هذا عالمنا بقيه العوالم مستور عنا الامام موجود في عالمنا موجود معنا وذكرت لكم الامام في هذه الليله هو عند جده الامام الحسين عليه السلام هذه الليله رسول الله والسيده الصديقه الطاهره فاطمه عليها السلام وكل لئمه هذه الليله عند الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه اي فضل لا اعرف يعني كيف ابين عظمت هذه الليله وزياره سيد الشهداء اللسان قاصر لا يتمكن ان يبين هذه العظمه والمكانه والمنزله اللهم وادرك بنا ايامه وظهوره وقيامه يعني بالنتيجه نحن في عصر صاحب الزمان كم من اناس جاءوا الى الدنيا ورحلوا ولم ينال هذا الشرف وهذه السعاده اللهم وادرك بنا يا الله ادرك بنا ايامه وظهوره وقيامه ايام الامام وظهور الامام وقيام الامام يعني هذا يدل على ان الظهور يختلف عن القيام الظهور يكون في المدينه والقيام يكون في مكه كما في الروايات وجعلنا ان تكون من انصار الامام هذا ايضا له فضل كبير واصحاب الامام فضل اكبر الان اذا لم اتشرف ولم يكن لي مكانه ان اكون صحابيا ضمن ال 313 اللي هم قاده جيوش الامام قاده العالم احاول انه انا اكون من انصاره انزل انزل حتى انزل معلش مو مشكله ولكن لازم لا اقلل من اعمالي اقول لا خلاص انا ما اقدر 313 اكون من اصحاب فاذا خلينا اقلل لا 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 تقلل لانه اذا انت كثرت كثرت زين اذا وصلت ان تكون من انصارهم تعرف يعني ماذا ان تكون من انصاره تعلم من هم انصار الحسين واصحاب الحسين انصار صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه يحتاج الاجتهاد في العبادة والاستغفار والدعاء وتطهير النفس وتزكية القلب كله ممكن حتى لو أن المعاصي والذنوب الموبقات وتجاذبات الارواح والصراع بين جنود الشيطان وجنود الرحمن، هذه الصراعات اللي نحن نعيشها في داخلنا كثيرا ما. يعني اليوم الشاب لما يذهب الى الجامعه يشعر صراعا. اذا هذا الشاب كان بحرم الحسين الصراع يضعف بفضل سيد الشهداء سلام الله عليه، ولكن لما يذهب الى الجامعه يختلف الوضع. يروح على المعهد يختلف يروح إلى مجمع هو بائع مثلا أو يتعامل مثلا في أجواء يضعف الإنسان يضعف فلازم أنت لا تستسلم لا تقول أنه أنا ضعفت وفإذا خلص شو أسوي بعد هذه أجواء محرمة لازم أنا أقع لا 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 أوقف نفسك تبي إمكانك حتى في أجواء ملوثة بالحرام أن تحافظ على نفسك واجعلنا من أنصاره وقر ثأرنا بثأره أنا ألم عندي ثأر نحن ثأرنا نثأر مع مولانا صاحب الزمان للذين ظلموا مولاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها الذين اغتصبوا حقها الذين كسروا ضلعها الذين أسقطوا جنينها لعنة الله عليهم لعنة أبدية سماوية لا تنتهي أبداً هؤلاء الذين اوردوا يثاروا الامام صاحب الزمان الهي وفقنا ان نكون نثار مع صاحب الزمان ونثار ايضا للذين قتلوا الامام الحسين عليه السلام وقر ثارنا بثاره الانسان يكون ثاره مو فلان وفلان لا ثارنا الحقيقي مع صاحب الزمان من اعداء الله واعداء النبي واكتبنا في اعوانه وخلصائه كلمات مهمه تاملوا فيها يعني الان الوقت لا يسعفني حتى اشرح لكم هذه هذا الدعاء والزياره للامام المهدي وهذه فرصه ذهبيه تاملوا الكلمات معنا واكتبنا انه نكتب معهم يعني الانسان في هذه الاجواء يتمنى انه يرتقي الى مرحله لا تقل انه انا ما اقدر وما استطيع لا تتمكن استغفر افتح باب وصفحه جديده مع الله مع مولاك صاحب الزمان سلام الله عليه وابدا واكتبنا من اعوانه ان تكون عونا للامام وخلصائه واحينا في دولته حياه ان تكون احنا الان اموات غشاوه على عقولنا قلوبنا ابصارنا نحن في غشاوة نحن نيام احنا ما نستوعب ماذا يجري في العالم جد احنا مساكين لا نفهم شيئا لا نستوعب شيئاً، لا نستوعب شيئا ولكن مع الإمام الحياة الحقيقية مع صاحب الزمان اللي أنا لازم هذه الحياة أعيشها في كل مكان أي مكان أروح أنا في بلدي وإذا سافرت من بلدي إلى بلد آخر ما أترك هذا الأمر. وين ما رحت؟ سافرت لندن صاحب الزمان معك. باريس صاحب الزمان معك. ماليزيا صاحب الزمان معك. أستراليا صاحب الزمان. أينما تذهبوا اجعلوا إمامكم معكم. تعيشون مع الإمام المهدي. أينما تذهب لا تتصور اليوم أنا رحت إلى إلى مناطق مثلاً ترفيهية تنسى صاحب الزمان لا تنسى رحت إلى شلالات الإمام المهدي. أينما تذهب قل اللهم عجل لوليك الفرج. واحنا في دولته ناعمين وبصحبته غانمين وبحقه قائمين ومن السوء سالمين يا ارحم الراحمين. كل هالكلمات لمن؟ للانسان الذي يجعل هذا الارتباط بصاحب الزمان سلام الله عليه، هنالك مجموعه من الادعيه في هذه الليله وادعيه مختصره. يعني يمكن دقيقتين ثلاث دقائق تخلص هذه الادعيه، التزموا بالدعاء في هذه الليله، احيوا هذه الليله، هذا كثفوا من ارتباطكم، من علاقتكم، من تواصلكم مع مولانا صاحب العصر والزمان، هذا الارتباط بامام زماننا، ما احوجنا اليك يا حجه الله. وهذه ليله نستغلها ان شاء الله بطاعه الله تبارك وتعالى والدعاء لتعجيل الفرج. حتى الإنسان في هذه الليلة بإمكانه أن يدعو بمجموعة من هذه الدعوات وأيضا يقوم حتى بقراءة دعاء كميل في الرواية أنه من الأمور المستحبة في ليلة نصف من شعبان هو قراءة دعاء كميل أيضا أن الإنسان أن يذكر مئة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مئة مرة قل في ليله النصف من شعبان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر في الروايه ان الله يغفر له من معاصي المعاصي التي ارتكبها الله يغفر له ويقضي حوائجه الدنيويه والاخرويه لذلك انا انصحكم انه ان تراجعوا كتاب الادعيه في هذه الليله ونحيي هذه الليله بالدعاء والابتهال الى الله تبارك وتعالى لكي يعجل الباري في فرج مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه هذه الاستمراريه في الدعاء لتعجيل الفرج بحد ذاته مهم يعني قضيه الامام المهدي لا ننساها ابدا دائما يوميا اتصدق صباحا ومساء ولو بمبلغ زهيد عن الامام المهدي لسلامه الامام المهدي لو تصدقتم لسلامه الامام ولو بمبلغ بسيط وزهيد والامام هو سيتولى سيتولى الامام امركم يعني انتم تكونون بسلامه الامام صلوات الله وسلامه عليه يمن عليكم بالسلامه والصحه والعافيه هذا الانسان الذي يرتبط بمولاه صاحب الزمان ويدفع الصدقه عن الامام ويدعو للامام ويزور الامام اذا فعلا انت تشتاق الى الامام المهدي، قم بزياره الامام، الزياره المستمره للامام المهدي، التصدق على الامام، الدعاء للفرج، ان نقرا باستمرار ولا نتوقف، ممنوع ممنوع ان نتوقف في المعرفه، معرفه الامام المهدي سلام الله عليه، نستمر بها. نكون دائما نقرا في احوال الامام المهدي، نقرا القضايا المفيده اللي تربطنا بالامام، أرواحنا تتعلق بالإمام أكثر، حبنا للإمام يكون أكبر، يكون هيامنا بالإمام المهدي، يعني يكون الشيء الوحيد لو ذكر اسم الإمام صاحب الزمان أنت ذكرته لو أن الناس ذكروا الإمام وهذا اسم الإمام بمجرد ما تسمعه لازم تتكهرب، كهرباء تصيب الإنسان، تأثر يصير الإنسان لو ذكر صاحب الزمان عند البعض من الناس يذكر الإمام المهدي عنده عادي كان ولا شيء ولكن بس واحد تقول له الامام صاحب العصر والزمان يقول عجل الله تعالى فرجه الشريف يا الله يا مولانا يتغير بمجرد ان يسمع الامام هذا الشعور اذا ما عندك عندك مشكله ملاحظين شلون الامور مهمه تدرجات الامور تاثيرات الامور ارتباط الامور بمولانا الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يكون واحد اذا قال لك اقسم عليك بصاحب الزمان لازم تنسى الاول والاخر إذا واحد قال لك اعمل هذا العمل حبا لصاحب الزمان لازم وضعك يتغير فإذا ما تغير أكو مشكلة عندك فيروس هنالك من المعاصي والذنوب أنت ترتكبها منعتك من الوصول والتأثر والارتباط الروحي هذا الارتباط الروحي بالإمام صاحب الزمان هو الذي يقربنا إلى الله هو الذي يجعل هذا الإنسان يكون من أهل المعرفة يجعل هذا الانسان متيما بمولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، ولو ان الانسان عشق صاحب الزمان وفكر بالامام المهدي كل الحياه لا قيمه لها عنده. بعد ما نفكر بشيء، صدق الدنيا تصغر في عيوننا. اذا الانسان صار شخصيه مهدويه لا يهمه الا ان يكون الامام راضيا عنه. كيف يكون الامام راضيا عني لما اكون مطيع لله. تبارك وتعالى ابتعد عن المعاصي احاول ان انشر الثقافه المهدويه ومعارف محمد وال محمد انشرها بين الناس لما يصير عندي هذا التوجه وهذا الانصهار مع مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه ترى ان الكثير من اهتماماتنا في الامور الاخرى تتغير كثير من تصوراتنا عن الناس بعد ما يصير عندك صنم صنمية لهذا الإنسان وذاك الإنسان حتى للإنسان المؤمن حتى لو كان مؤمنا ما تجعل بعد هو في برواز هو وبس لا أنت مسكين يا من تروح وراء إنسان هذا وبس وهذا وهذا لا إنما خلي يكون توجهك إلى صاحب الزمان كل ما عندك تعصب لكل صاحب الزمان انصهار في روحك ووجودك ومعنويتك بصاحب الزمان هذا اللي احنا لا نريده احنا لا نريد مجتمع مهدوي شبابنا في كل مكان لا بد أن يكون هنالك توجيها من المتحدثين والمتكلمين وحتى المنشدين الكل يوجه الناس الإمام المهدي يوجه إليهم الروحانية نحن في ليلة النصف من شعبان من نريد إنسان يطرب الناس بذكر الإمام المهدي الامام المهدي يتالم يتاذى الم على قلب الامام اذا تصور انت تريد تطرب الناس بالامام المهدي ما المهدي طرب ما يريد اي حال الامام الامام يقول ادعوا بتعجيل الفرج ففي ذلك فرجكم توجهوا الى الله بقضيه الامام المهدي مو تطرب الناس تخلي الناس تبكي على الامام المهدي انت الذي تقرا على الامام الحسين وأنت الذي تقرأ على أهل البيت عليهم السلام اقرأ مناجات في الإمام المهدي اجعل الناس يبكون على الإمام المهدي اجعلهم في هذه الأيام ينادون يا صاحب الزمان يا أبا صالح المهدي أغثنا وأدركنا اجعل توجه الناس للإمام أعطيهم خليهم خليهم يبكون على الإمام يصبون هذه الدموع حبا وشوقا لمولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا هو المطلوب هذا اللي الان احنا نبحث عنه ونتوجه اليه اضافه هذا التاثر الروحي والمعنوي ايضا يكون جانب القراءه قراءه الكتب في قضيه الامام صلوات الله وسلامه عليه اذا دائما نكون مع الامام المهدي ونعيش مع الامام المهدي ويلهجوا هذا الذكر وهذا اللسان بذكر مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف نساعد الفقراء بالنيابه على الامام نذهب لقضاء الحوائج نيابه عن الامام نذهب الى صله الرحم نيابه عن الامام نزور الامام الحسين نيابه عن الامام اعمل اعمال خير نيابه عن الامام الحسين كل اعمالي تكون نيابه عن الامام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، اذا توجهنا الحقيقي يكون للامام المهدي وهذه العلاقه الحقيقيه مع مولانا صاحب العصر والزمان، اذا نتوجه الى الله تبارك وتعالى ونقول: اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه. دائما ادعو بهذا الدعاء اللهم أرض إمام زماننا عنا يا الله أهم شيء أنه إمامنا المهدي يكون راضي عنه أهم ما نتمكن من تحقيقه أن صاحب الزمان يكون راضي عنه تعرف لو كان الإمام راضي عنك يعني أنت تعيش في جنة حقيقية يعني أنك تعيش في سعادة ليس لها نهاية يعني كل حياتك تكون حياة ميسرة تسير الأمور سهل ممتنع في حياتك بمجرد أن تكون مرضيا عند الإمام المهدي اللهم أرض عنا إمام زماننا اللهم وفقنا لنيل الرضا إذا دائما في أحاديثنا نتوجه إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه ونستغيث بالإمام المولى صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ودائما نقول اللهم عجل لوليك الفرج نلتقيكم في في ان شاء الله في فقرات اخرى في المستقبل ننهي حديثنا في هذه الليله وسادعو لكم جميعا كل من يشاهدوني في اي بلد من بلاد العالم سادعو لكم هذه الليله سادعو لكم هذه الليله ان شاء الله تحت القبه الشريفه لسيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام ادعو الله لقضاء حوائجكم وبتفريج همكم وغمكم وان يمن على مرضاكم بالشفاء والعافيه وتوفقون دائما ان شاء الله ليس بالسنه مره واحده دائما توفقون لزياره الحسين عليه السلام وتكون تتسهل الامور لكم ان شاء الله موفقين لكل خير حياكم الله دائما ابدا نقول اللهم عجل لوليك الفرج والحمد لله رب العالمين.